زفافة. أنا لا أميز الأشكال والألوان. عندي لعبة ممتعة تعلمنا كيف نميز بينها. هيا بنا إلى المربع العجيب. هيا هيا نتعلم، هيا ونتسلى. هيا هيا أصدقائي، هيا نتعلم معا. هيا علينا الوصول إلى الجهة الأخرى من المربع، وإذا وصلت إليها يا مومو ستذهب في جولة بحرية جميلة. انظر جيدا إلى الأشكال الموجودة فيه. هيا دوكا، قل لمومو على أي شكل عليه أن يقفز. عليك القفز على صور الأحذية البرتقالية. مومو هيا هيا. على أي صورة علي أن أقفز؟ هل ترون حذاء برتقاليا؟ نعم إننا نراه يا مومو. اقفز على المربع الموجود أمامك. ها هو. والآن على أي صورة عليه أن يقفز؟ أين هي؟ أظن أنني وجدتها. نحن على وشك الوصول. اقفز اقفز على المربع الموجود على اليمين. والآن هل تعرفون أي شكل عليه أن يختار؟ أين الصورة المناسبة يا ترى؟ عرفت أين هي. هذا أيتموها أنتم أيضا. هيا هيا مومو، اقفز على المربع الموجود أمامك. قفزت على الشكل المناسب، أنا سعيد. نعم اخترنا الشكل المناسب واللون المناسب وربحنا. أحسنتم جميعا. انظروا ذهب مومو في جولة جميلة. مومو مومو أين أنت يا مومو؟ أنا لست بعيدا، ابحثوا عني، أنا قريب منكم. مومو مومو سنتأخر يا مومو. الأصدقاء أين هم؟ هيا نلتقي بهم. وجدتك يا مومو، دوكا والأطفال ينتظروننا لمشاهدة الرسوم. هيا نسرع.